اولا مرحبا بالاسره الاعلاميه في المركب الرياضي لتيزي وزو. نقدر نقول اليوم انه انتهينا 100% من انجاز الملعب تيزي وزو، يعني كل لي زيسي، كل التجارب على كل الاجهزه اللي قمنا بها كانت كونكليونت، يعني بنسبه جيده 100%.
يعني اليوم الحمد لله نقول انه انتهينا من انجاز ملعب تيزي وزو. ما ننساش انه في زمن القريب كان هذا الشيء مستحيل، يعني بالمنظر اللي كان فيه يعني الملعب، يعني المنظر البشع اللي كان فيه الملعب، اللي نقدر نقول انه تم انجازه في مده زمنيه قصيره جدا، يعني موان كو لي ديلي دو رياليزاسيون. الشيء اللي خلانا نوصل لهذا الشيء هما المهندسين الجزائريين، مكتب دراسات جزائريه ويد عامله جزائريه. كل الشكر لهذا يعني كل من توسكي ا بارتيسيبي بور لا رياليزاسيون تاع هذا الصرح الرياضي في الوقت الضيق وبلا كاليتي هذه. ما ننساش انه في وقت معين يعني داروا لنا عقده من ملعب تيزي وزو، يعني انه العصابه في وقت معين استعملت ملعب تيزي وزو ولا كوم اون ريفيرونس تاع لا ميديوكريتي. الحمد لله نقدر نقول انه المهندسين الجزائريين ومكاتب الدراسات الجزائريه واليد العامله الجزائريه تجاوزت هذه الفكره، وهذا الشيء راح يخليها تكون عندها ثقه اكثر انها تمشي لانجاز يعني ديزيكيبمون احسن من هذه ان شاء الله. راح ننطلق في مشاريع اخرى، منها الملعبين تاع بشار وتاع ورقله قريبا قبل نهايه السنه راح نقوم يعني انتهينا من دفاتر الشروط، راح نقوم بالاعلان عن الصفقه ان شاء الله قبل نهايه السنه. ونفس الشيء راح يكونوا مكاتب دراسات جزائريه ويد عامله جزائريه، نظن انهم برهنوا يعني بنسبه كبيره في الانجاز مثل هذه المشاريع. والمثال تاع تيزي وزو احسن مثال. نرجع الى ارضيه الملعب، خلينا نقول انه التاخير اللي كان عندنا يعني في اسباب خارجه عن نطاقنا، انه كان فيه تاخر في استلام يعني لا نيميروثيرابي لي فونتيلو، يعني اللي كانوا مهمين جدا باش تكون ارضيه جيده وارضيه يعني نقدر نلعب عليها مباريات. هذا الشيء اللي خلى في مرحله معينه الغازون يكون يعني في 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 يعني في في حاله يعني حاله ماهيش مليحه. كانت فيه يعني تاخر في استلام هاد لي زيكيبمون، الحمد لله اليوم تحصلنا عليهم. هذا الشيء اللي راح يخلينا نتحصل على ارضيه ملعب في احسن حال ان شاء الله، اللي فيها اون تكنولوجي مستعمله اترافير لو تيريتوار ناسيونال ولا اترافير لو تيريتوار انترناسيونال، يعني فيه ملاعب عمليه عالميه يستعملوا لنا لا ميم تكنولوجي تاع الغازون. وبحكم انه الان فيه هاد لي نيمينو ثيرابي وفيه لي فونتيلو، ان شاء الله راح تكون الارضيه في احسن حال ابتداء من نقدر نقول من على شهر او شهر ونص. شكرا لكل من ساهم في انجاز هذا الملعب، وشكرا للاسره الاعلاميه على وجودهم اللي اطرافير او راح تخلينا نشوف نسوق لهذا الملعب والجهد تاع المهندسين والمكاتب الدراسات الجزائريه. شكرا بارك الله فيك. هما toutes les équipements soit climatisation soit la ventilation يعني toutes les essais تاع toutes les équipements ils ont été effectués et réussis à 100%. يعني la climatisation le son l'électricité كلش il a été effectué و الحمد لله كانوا دي essais concluants à 100%. راح نخلي يعني نشوف نختار يوم مناسب ان شاء الله، و احنا راح نبدا لو ترونسفير لوزاره الرياضه، والافتتاح الرسمي راح نخليه ان شاء الله في مناسبه تكون مناسبه اللي عندها دلاله تاريخيه على الاقل. شكرا. اسكو مو كونتي ان بو لوفيرتور باسكو بالمادي اسوفون ديك سي ان بو ستات اسكو مو كونتي لوفيرتور ايفونكالمون ان ماتش دو كوب دو موند اسكو مو بارلي دو دات لا ماتش دو ديلوناتور دو كوب دو. والله من اختصاصي الانجاز، يعني الجانب الرياضي نخليه لاهل الاختصاص. بارك الله فيك. سيدي الوزير، في خدمة هذه النقطة أنه نقول في مجال الاختصاص، اليوم نقدر نقول في حقيبة الوزير طارق العريبي بتوافر جميع الجهود من دولة سامية حكومة، قدمتم الإضافة أكدتم بأنهم رجال ميدان، لأنه اليوم نشوفوا ثلاث ملاعب جهزت في ظرف قياسي آخر ملعب تيزي وزو، لكن نشوفوا الصور المؤسفة اليوم جاهز لرفع التحدي. واش نقدر نقول؟ لأين يكمن السر بالنسبة للمعالي الوزير؟
والله انا ديما نتذكر انه في يوم من الايام جيت للملعب، يعني كانت اول زياره لي للملعب تيزي وزو، يعني كنت كمواطن، يعني على الاقل كمواطن تاسفت ان نشوف الصرح كما هذا في الحاله هذه. الحمد لله يعني الدوله والحكومه وضعت يعني الغلاف المالي اللازم باش ننتهي من الملعب ولا في الملاعب الاخرى، والحمد لله. يعني انا كنت قلتها بمكاتب دراسات جزائريه وبايادي جزائريه، يعني بعمال جزائريين توصلنا لهذه النتيجه الحمد لله. انا نظن انه السر هو الشباب، ونرجع لازم نضع ثقه في هذا في المهندس الجزائري ولا في الارشيتكت الجزائريان ولا في اليد العامله الجزائريه. هذا ما كان. شكرا. Monsieur le ministre, une autre question si vous permettez. Souvent les infrastructures, le véritable problème, c'est la maintenance. Ce qu'on appelle un peu, si vous voulez, le service après-vente. Est-ce qu'aujourd'hui, nous l'avons vu avec Barraché, Saint-Julien, tous les stades, il y a eu ce problème de maintenance. Est-ce que vous comptez mettre en place justement une série de batteries pour assurer cette maintenance, notamment en termes de gaz? التجربة خلاتنا انه لازم نتعلم. كنت طرحت المثال تاع براقي وتاع وهران والملاعب الاخرى. هنا احنا الان هنا اون بريفيو لي كونتران دو مانتونس على الاقل بالنسبه على الاقل على عامين، يعني عامين يعني ابتداء من اليوم ولا من الاسبوع نهايه الاسبوع راه فيه يعني دي كونتران دو مانتونس تاع الغازون تاع لي زيسباس فير تاع لو سونتر داتليتيزم، يعني على الاقل لمده سنتين افيك دي تكنيسيان كومبيتون افيك دي سبيسياليست. في هذ العامين راح نكون فريق، يعني وزاره الشباب والرياضه والاتفاق مع السيد وزير الشباب والرياضه انه نكون فريق اللي راح نفورميه، تكون عنده يعني راح تكون عنده اون فورماسيون سبيسياليزي في الامر هذا باش ياخذ على عاتقه من بعد لا مينتونس. Monsieur le ministre, vous avez souvent insisté sur les métiers. Vous avez le métier du bâtiment. Est-ce qu'il est important, avec votre collègue du ministère de la formation professionnelle, créer des métiers du stade de manière générale? طبيعة الحال يعني فكرة جيدة. طبيعة الحال. Monsieur le ministre, est-ce que nous avons très clair spécialisé dans le sport? Est-ce qu'aujourd'hui encore on peut dire que le ministère a acquis une expérience dans la réalisation des infrastructures sportives? لا لا الاكسبيريونس كان احنا تمكن الحمد لله. انا قلت لك ملعب وهران اللي انجز يعني في زمن قصير، ولا ملعب براقي ولا ملعب تيزي وزو الحمد لله لا كومبيتونس موجوده. يعني الجامعات الجزائريه كونت اطارات وكونت شباب. انا قلت لك يعني لازم نمد نضع ثقه في هذا الشباب ونخليهم يعملوا بكل حريه، والنتيجه موجوده. نظن انه في قطاع السكن الان فيه الخبره اللازمه باش نمشي يعني لانجاز ملعب الشار ولا ملعب ورقله، يعني باحترافيه باقل زمن اللي انجزت به كل الملاعب حتى الان وافيك اون كاليتي مايور. وشكرا وبارك الله فيك.